معنا هادي كمال من الجالية اللبنانية، هو طالب طب بالسنة الثالثة. مرحبا كمال. مرحبا، يعطيك العافية. خبرنا كمال، كيف وضع الجالية اللبنانية أو العربية ككل حاليا بأوكرانيا، وتحديدا حضرتك ببولتافا، مش هيك؟ بولتافا، نعم صحيح. أول شغلة نحن نسمع خبر وصلنا من السفارة، أول شيء أنه نحن شباب لازم نفل من أوكرانيا تحت المغادرة الطوعية. يعني ما كان في هذا الهلع أو هذا الخوف اللي هلأ نحن وصلنا له فجأة. طبعا نحن مع التنسيق مع الجامعة وكذا، أنه نحن ما نقدر ننزل على لبنان، ما ننزل على لبنان إذا بنقدر، أكيد كنا عم نسأل بهذا الموضوع. فكان الرد من الجامعة انه اذا بدكم تنزلوا بدكم تنزلوا على مسؤوليتكم الشخصية، وطبعا نحن هون طلاب يعني ما فينا نخاطر بحالنا وننزل على مسؤوليتنا الشخصية كرمال مستقبلنا بالنهاية. بطبيعة الحال كان نحن مفروض سفارتنا تتعاون معنا اكثر، تتواصل مع جامعاتنا انه هي خلت هالجامعات تعطي الطلاب اونلاين، نحن اكيد طلاب اجانب، تعطينا اونلاين لنقدر نحن نفل على بلادنا ونطمن اهالينا. فنحن وعينا بين يوم وليلة، يعني مثل ما بيقولوا انه على خبر حرب. نحن كنا مفكرين انه هي اوضاع سياسيه، شويه خلافات وبعدين بتنحل هيدي القصص. ما كنا عارفين بدها توصل لهون، لهيدي النقطه اللي نحن هلا واصلين لها، انه اوكي نحن هلا كنا عم نحاول نزلنا نجيب اغراض وهيك، في نقص كبير بالمواد الغذائيه، في نقص كثير حتى بالعملات. اذا بدنا نصرف العمله من دولار لجريفن، لانه نحن ما فينا نستعمل دولار كاش هون، ما نستعمل جريفن. حتى البنوك كلها مسكرة إذا أهلنا بدي يبعثوا لنا مصاري. في كتير قصص نحن مش قادرين نعملها هلا بالوقت كنا قبل نعملها، وحتى كان في هذه الأوضاع السياسية يمكن هلا صارت غير. هذه بدي أسألك، الجالية اللبنانية يعني حضرتك عم بتقول عن حالك إنه صرتوا مقطوعين من المواد الغذائية، ما معكم مصاري، يعني هيدا بلش مباشرة اليوم ولا كان صار له فترة؟ يعني وصف لي كيف الوضع حاليا للجالية حاليا اللبنانية. نحن انا عم اقول لك نحن وعينا بين يوم وليلة على ما في شيء قبل كان موجود. يعني نحن كنا قبل قادرين نجيب اكل، قادرين نعمل نروح ونجي ونعمل كل شيء مثل حياتنا الطبيعية، عايشينها مثل بأي بلد بالعالم. نحن فجأة وعينا انه نحن ما في ولا يعني ما في شيء نحن قادرين نعمله مثل قبل، ما فينا حتى نشتري اغراض، وما فينا مثلا حتى نصرف مصاري بدك تنطر بالدور، ما فينا نروح نسحب مصاري من البنك اذا اهلنا بعثوا لنا مثلا مصاري نروح نسحبهم، كله عليه عجقه، البنك مسكر، اغلبيه البنوك مسكر، يمكن في بنكين ثلاثه فاتحين. الوضع كثير، يعني حتى اذا لو كنت قادر فرشيك كنت فرجيتك، بس بيتي ما بيطل. السوبر ماركتات عليها العجقه لبرا بالدور، ما في شيء، ما في شيء بيطمن يعني. طب بحالة الهلع هيدي السفارة اللبنانية هذه رجعت تواصلت معكم غير انه بلغتكم بقصة الاجلاء الطوعي؟ لا، السفارة نزلت بيان واحد على الفيسبوك انه المغادرة الطوعية، بس بعد هذا البيان ما نزل. طب انتو كجاليات يعني كجالية لبنانية اكيد موزعين، ما انكم موجودين بس بمنطقة بولتافا، كيف عم تتواصلوا مع بعضكم لتقدروا تنسقوا تساعدوا يعني توقفوا حد بعض؟ هلا نحن كيف بدي اقول لك، نحن وضع الجاليه هون لانه نحن شويه طلاب قلال، نحن وضع الجاليه هون مثل العائله، يعني نضل نحكي مع بعض، نتواصل مع بعض، هذا اذا معاوز شيء هذا بده شيء، لانه نحن اصلا مش كثار. وحتى كمان يعني نحن قادرين نساعد بعض اذا جدت اذا صار بدل الموضوع نساعد بعض، بس الحمد لله نحن هلا انه الوضع بعده شوي احسن من غيرنا. هذه فيك تحطني بالجو العام، يعني حكينا عن وضع الجالية اللبنانية بالجو العام، يعني مثلا عندك ببولتافا او بعموم البلد، يعني فتوا بجو الحرب، يعني طلبوا منك تنزل على الملجا، يعني عم تقول انه الناس واقفين قدام السوبر ماركت، يعني مش متخوفين من اي قصف او سقوط قذائف بالمناطق اللي انتم موجودين فيها؟ والله اكيد متخوفين، واكيد نحن ماخذين، يعني كيف بدي اقول لك، اهلنا ايدهم على قلبهم مثل ما بيقولوا، من هي نحن طلاب، ما لنا ناس عم نشتغل او عم نطلع شغلنا، او نحن هون كرمال لقمه عيش، لا نحن بالعكس نحن هون كرمال مستقبلنا، اكيد اهلنا خايفين علينا يروح مستقبلنا بيوم وليله انه نتيجه قصف او نتيجه شيء. فنحن بطبيعه الحال الدوله بعثت الملاجئ ببولتافا او البلديه اذا بدك تقول، بعثت الملاجئ عنا ببولتافا
فنحن اخذنا هذا الملاجئ بعين الاعتبار انه بحال اذا صار في خطر او اذا صار في شيء بدنا ننزل على هذه الملاجئ. بس رده الفعل ما بنعرف كيف حتكون. اكيد هلا نحن الحكي مش مثل رده الفعل اذا صار شيء، واكيد الخوف موجود وين ما كان، بس بالنهايه يعني اللي كتبه الله بده يصير، وان شاء الله نحن دولتنا تتكرم علينا او مثل ما بيقولوا تحس فينا وترجعنا على بلدنا او تطالب لنا بطيارات اجلاء اقل ما يمكن، او حتى السفاره تتواصل معنا تواصل مباشر، لانه اكيد على الفيسبوك هذا منه تواصل. اي حدا في عفوا اكيد على الفيسبوك هذا منه تواصل، اي حدا في يتواصل على الفيسبوك بدنا تواصل. طب هذه رح اخليك رح اعطيك يعني اذا انا هلا طلبت منك انه توجه رساله مباشره لرئيس الجمهوريه ولرئيس الحكومه وللسفير اللبناني باوكرانيا، شو بتقول له؟ والله نحن بدنا نطالب انه يبردوا قلب اهلنا علينا، يرجعونا على بلدنا، يحاولوا يطلبوا لنا بطيارات اجلاء قدر المستطاع، او يحاولوا يامنوا لنا محلات مثلا باوكرانيا سالمه امنه للطلاب اللبنانيه اقل ما يمكن، بس يحسونا انه نحن اولاد هذا البلد. بكفي نحن ما قدرنا نحصل لا على دولار طلابي ولا قدرنا نحصل على ولا اي شيء بيساعدنا رغم هالازمه، بعدنا عم نكفي على حسابنا الشخصي واهلنا بلبنان وفرش عم نشتغل كله على فرش دولار، واهلنا عم بيصرفوا الدولار على كل على مبالغ كثير عاليه لحتى يقدروا بس يامنوا لنا، مش قلك مثل ما كنا عايشين اول سنين جينا فيها لهون على نعيش بس على قدنا هالكم يوم، لانه ما بتعرف يمكن هلا اهلنا قادرين يبعثوا لنا المصروف بعدين اهلنا مش قادرين يبعثوا لنا المصروف. يحاولوا يتواصلوا معنا يأمنوا لنا مساعدات او حتى اقل ما يمكن مثلا التواصل مباشر معنا، عاوزين شيء بدكم شيء، يمكن نكون عايزين اشياء خدماتيه اكثر ما نكون عايزين اشياء ماديه او معنويه.